الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين: باب حسن الخلق. وأنا بابك صدحية الضباطنات كتابك رياض الصالحين. حير إمامك عليه رحمة الله باب، هذا باب كان وباب كسابسا في حسن الخلق، أخلاق دواناكسا إيا الطبيعة دواناكسا إيا صفات كواناكسا إيا لقا كإيا قابك صوبا وحي كسوار رباب كذويان. وأنا بابك تقريبا إسلامك أغمهم سن. قال الله الله وحيري تعالى سري سوق النبي صلى الله عليه وإنك أذيق نبيه شرفت له لعلى خلق عظيم، أخلاق وين أيات كسوق تايب يري أخلاق وين بكسوق تايب لعلى يعني وحد كسوق تاي أخلاق آد وين. مركا وحيرا الشيخ طارق جميل أيضا تفسير كذا: هدي وأرى لها إلهي وإنك لذو خلق، وإنك لذو خلق من أخلاق الصاحبها تاي إيه، وإنك لعلى خلق فرق وين باود هي لعلى معنى هذا وحي كتو سيسا يعني وحي إنو وحي كسر رأيو هبل فلان على الكرسي أما فلان على البيت هذا كراض يعني قرقي أردن هوستيسا أيوجو كرسي قيسو دنيا وكوهوسا يعني مركا أخلاق وناكسا سيدا أردن تهي أردن لقن صوبا سيدا أردن يهي أردن تبع وناكسا سيدا أردن تهي أردن بو النبي قصر عليه السلام يعني ويو النبي ولا هوسي ما دين أخلاق دي أردن أيو النبي عليه السلام دوشا كغفر ديا مركا وناك سيدا أردن يهي أخلاق سيدا أردن تهي نبي عليه الصلاة والله وسلامه أيو دل جوغا لعلى خلق أخلاقوين أيات يعني دش هذا تهي. وقال وحير تعالى سري سوى كان ضيضتك أهل الجنة والكاظمين وكوى عرض قرسلة والكاظمين وكوى قرسلة الغيظ عرض والعافين وكوى إسكعفية عن الناس ذاتك الآية. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال وحيري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحوها أحسن الناس خلقا، أحسن الناس كذاتك أغوانا أكسنبوها خلقا حق الطبيعة ذاتك إلهي كالطبيعة ونكسنبو أها. مركا أنس نود أكتهينو خادمك النبي عليه السلام أيو أها طبان سنوذوت مركا طبان سنوذوت قفكو خدمين هيا ونكافارو قين هاري همين بكل جوغا وحاتا هاي وقران قفك الطبيعة دي ستبتا يردقن كي ستبتا هنا ما أها كان عاد سوقا كل سعوطة ذاتك أما كان ذاتك كل شقين هي مثلا أد كل دقنتو أما وحاويا كان دا جماعاتك مساجدك أد كل دقنتو طبيعة هذا الدبتي هي تامة طبيعة هذا الدبتي حقيقة أها أما خادمك هذا أمبقرا أما إسلام هذا أمبقرا لبدا قف مقرا كريا وحات هاي يوحد قد يوحد قشو إسلام هذا أمبقرا يحرورت هذا أما قف قد خادمك وحاويا دا شقالها كو أها كا أم بقران كرا من أنت وحاتهاي
ولذلك أنس رضي الله تعالى عنه يعني طبعاً سنوات بالنبي أخذ منها يي مركز شهادة أيها النبي كشهادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وحسد لقف عادي أماها وقف طبعاً سنو خادمها متفق عليه. وعنه أنس وحلق سوري قال وحيري ما مسست متابا ديباجا حرير ولا حريرا إيا حرير ديباج هو حرير تنوع كمدة وك حرير ديباج ويسل حرير ولا بضبع ما مسست متابا ديباجا حرير ولا حريرا إيا حرير ألينا كجلعسا وكدبعسا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد باب عديسة ولا شممت ما نأرن بيري رائحة أر أطيب كأدقون من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أركيس ولقد خدمت وحان أخذ ميي وخادمها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي 10 سنين طبعاً سنضاد انتي أمدينة بجوغي خادم بالنبي أؤها فما قال لي قط وليمون يقول أوران أف أف يعني ما ومدانا يوكلك لكانت عربية كلمة يعني هذا معنى يروين عربي مارك الله يقول لابا حرفك كوانت أف ولا قال لي ولا قال مونا أوران النبي عليه السلام لشيء شيء فعلته أن سميي لما فعلته ما حد وحاو سميسي ولا لشيء شيء مونا إغو أوران لم أفعله أنا سمين ألا فعلت كذا ما حد سدا أسمين ويدي مركا طبعا سنضاد طبعا بلاد معه وطبعا سنضاد قف المير أهو دي عياله لقفوين حتى ما هنو عقل كسو عنها يه المير أو التبنجير تقريبا مركي الله كان يأها انتو واح دالين إيه انتو واح خربي إيه انتو واح وحيان لاقي إيه انتو واح جيرجيري إيه واد قياسي كرتا المير مركا طبان سنضو دينونا كورن وحو سميه ورمحادو سميسي أما وحو بيله يي ومثلا لا إيمانين أي هيدين لا إيمان دينونا نبي كورن ورمحاد إلا إيمان ويدي وأرن آدو علس وض قياسي كرتو مركا الطبيعي قسونا ساسو ونكسنا نبي عليه السلام ظاهر قسونا ونكسنا يؤدقون سعودوا بواها النبي وواكن قولي ولا شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله ظاهر قسونا أدقون بواها باطن قسونا وإذن كارك أخلاق ديسا صلوات الله وسلامه عليه. وعن سعب بن الجثامة رضي الله تعالى عنه قال حير السعب كاس أهديت وحان أسو هديي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي حمارا وحشيا دمر دبديت تمرك المقالة الحمر الإنسية بالغير هذا دمر دبديت كمارك وكدوية هي دمرك المقالة وعد الله قلن كرا هلو كيس والله عوني كرا كدمر دبديت كا مركا النبي عليه السلام بان أوكاني حمارا وحشيا دمير الدبديد بان أوكاني في حجة الوداع بيهي فرده علي نبي يقول علي عليه السلام صحابي قناد النبي إلهي وحوها ديبو يسلها مركا محاد عي إنو كحماضي كني يجبي إنو النبي كقادي وي عليه السلام فلما رأى مركو أرك النبي عليه السلام ما في وجهي وحا وجهي كسوغا إني يجبأه يكراهيه قال نبي عليه السلام وعذر درتي وحكيري إنا لم نرده عليك إنا أن نقول لم نرده ما ننكب علم دمر دبذتك عليك إلا أن حرم محرمين بانو النهي وقفكم مركو حجك حدو ده محرم بلير هذا محرم حلو يرى هذا وح بدن أو حلال أو هذا حرام كنقضي. مركا وحياله حرام تكم من نقضي أيو كم دي هاي أقعدو. مركا قفكم مركو محرم يهاي وحجك حدو
in uu ugaadsado waa xaaraan in asaga daraadii ugaad loo soo dilana waa xaaraan marka ninkani ugaadhan damir dimadeedka nabiga awgii calayhi salaam buu usoo ugaadhsaday markaasuu nabiga u keenay nabiguna markaa muxrim buu ahaa marka nabiga calayhi salaam ninkii buu raalli geliyey qalbigiisii buu xaadhay una sheegay cilladii wahada min tamaami xusni khuluqihi calayhi salaam وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال وحير سألت وحان ويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ويدي عن البر إيا والإثم بر قوامحي ونا قوامحي والإثم حمان تعودن وامحي بانكوري مركب بر ووناء قوامحي دي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إلى آخر الآية من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وحاس ونواكب يطبن الرموت ببر الاسكور هذا وإلهي الرمين تيسان لغسر بالله من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين إلى آخر الآية أيا بر الاسكور هذا مركا إيسو كوب ومحب برغو إثمنا ومحي فقال نبي محمد عليه السلام البر سمفلك وحويا لسكد الضوضي حسن الخلق وطبيعة وناكسا مركا إيمانك تمام كيس بالله الرميسو آخر إيمانك أولى ذهي تمام كيس يدما يستر كيس كان ملائكة أولى ذهي وحاد بخين هيسو إلى آخر الآية جبي اللف دبر كيدو سما فالك انت لأيك أوردن وحسن الخلق وطبيعة وناكسن مركا قفك وادونا طبيعة وناكسن لهين إيمانك أقو بقولكي وبقول بالله هدوية هاي إيمانك أقو بقولكي وبقول باليوم الآخر هدوية هاي إيمانك أقو بقولكي وبقول بالنبيين هدوية هاي يو بالكتب إلى آخر ما ورد الوحي كسوة روري كبير تبان كاسف هذا سورة البقرة كوية ألا لكن طبيعة آد كجب انتهي أما حسن الأخلاق آدان لهين أما صفات آدان لهين إيمان كاقو تام معهن الله سوء ولكن هدي آد اسكده هكاك تهي اسكير لانقرين هاي سوء وحبا نكادر دمين يهي لكن إلى هاي أخلاق دي طبيعة وكاكبو لفقبر كي وانا قال لهاي ولذلك يقول البر حسن الخلق وطبيعة ونكسنون وحكا لما مركا حديث كان يحل من ديهايون الحج عرفة الحج دا عماش حجك ويفربلان تهي لكن لفدبر تا عماش حجك وعرفة استاقيدة لفدبر كإسلام كنا ومحاي حسن الخلق وطبيعة ونكسن والإثم حمان تا لفدبر تيدنا ما حاك في صدرك أوحي الله تعالى كل نقنق ده وكرهت أن عذنا أن يطلع عليه الناس إن دتكنا أي كو أركان والإثم حمانتنا ما حاك وأوحي كل نقنق ده في صدرك مرك قفكنا ليه أوحي الله تعالى كل نقنق ده وقف إسك عادية إسك ورعة وان وسواس لهين قفك دو وسواس ليه هيدا أو بكو وحكستو كسكي شكي كل شيء يكا وسواس كلا بكو معه قف لكن إسك عادية ها إن آخر كعبس يا الله كعبسنا إسكال علمنا إسكال ودين تجاهلي هاي وحكا سنك الشكين إسنا أنا هين إسك عادية وحي الله بتي سكون نغنق دويا وكريت أبن عضو أن يطلع عليه الناس ذاتك إسك عادية هي مروءة إيه شرفت لنا إنا يكوغو أركان أبن عيسويا دنبقو رواه مسلم بحديث كوريي وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه ما قال وحير لم يكن ما أهين رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول كإلهي فاحشا من حمان لو أها وحمان أقشي ما أهين النبي عليه السلام فاحش من مرك حمان لي وحمان لو أها فاحشكو أسل كي ساحن بكا لفتي ساحن مرك ما أهين فاحشها وحمان أقشي وحمان لو أها نبي محمد ما أهين عليه السلام ولا متفحشا مد حمان إسكدون دوننا ما أهين ومتفحشكو أسل كيس وقف إسكوا ناكسا إسكفي عن لكن حمان تيبو برانهيا
xumaantii iyo dhaqanbi iskii iyo waxa weeyaan laaqlaaqii buu iska keenkeenayaa uu baranayaa kaasuu isku kallifay waa mutakallif xumaantii buu isku kallifayaa inuu barto kaana nabi maxamed mahan calayhi salaam faaxishan mid xumaan low ma ahayn oo xumaan asalkiisu xumaan bale walaa mutafaxishan mid xumaan iska doondoonana ma ahayn wa kaana yaquulu wa kaana yani waxaa dhanta uu ku celcelin jiray yaquulu wuxuu ahaa kii yidhaahda ina min khiyaarikum kuwiina idinku akhyaarsan ee idinku wanaagsani axsanukum akhlaaqan waa kuwa idinku dabeeco wanaagsan hadda waqtiga nabiga calayhi salaam jihaadka caan ahaa iyo bixitaanka iyo ghazawaadka nabiga calayhi salaam ghazwatu lghaaba yuu ka soo noqday saddex maalmood kadib ghazwatu khaybar ba u baxay sirada nabigu markaa akhriyay calayhi salaam nabigu nasasho muuna lahayn maruu sii socday iyo maruu soo socday noloshiisu intaas ugu dhammaystay haddana muuna odhanin ina min khiyaarikum kuwan waxa weeyaan dee dadaalka badan ee dhiigga badan ee daata ee jihaada muuna odhanin ina min khiyaarikum kuwa idinku akhyaarsan axsanukum akhlaaqan waa kuwa idinku dabeeco wanaagsan mutafaqun calayh وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري ما من شيء يعني وحديث علس هذا كان النبي قلنا أول علس عليه السلام ما من شيء مجر شيء يعني عمل مجر وعماش الإسلام كأدي أفر بلنتاي هذا ما من شيء عمل صالح مجر وأثقل كذا علس في ميزان المؤمن قفك مؤمن كه ميزان كيسة يوم القيامة مالنك قيامها من حسن الخلق أخلاق وناكسا هي طبيعة وناكسا وحك علوس مجرو حجك صونك جهادك شهيد نمتك علمك وحن أودي لو ولا برنها يجيبك أعماش لو ولا قبنها يعودن تأغو علوس وحسن الخلق waa dabeecada wanaagsan ee xajka ka culus tahay oo soonka ka culus tahay oo jihaadka ka culus tahay oo khuruujka ka culus tahay camal kastay ka culus tahay xusnul khuluq dabeeco wanaagsan iyo sifaat wanaagsan qofku ilaahay siiyo walgariib maanta dad badan baad arkaysaa waxbarashadii ku dadaalaya soonkii ku dadaalaya salaadii nawaafishii ku dadaalaya xajkii ku dadaalaya cumradii ku dadaalaya xarakadii iyo dhaqdhaqaaqii ku dadaalaya ولكن إن بدل ما أركيسد وحباب كان تركيزين هيا باب الصفات أما حسن الخلق وعلماء بدل أركي ميسد قولك الشيخ طارق لقي ما دو يقار لمذا قال وحيري نبي عليه السلام ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله إلهي يبغض wuxuu u cadhoodaa ilaahay ayo alfaaxisha yani ka xumaanlowga ah alfaaxish ka xumaanlowga ah ka ilaahay asalkiisaba xun ka ilaahay uu cadhoodaa ina allaha ilaahay yubqidu wuu cadhoodaa alfaaxisha ka xumaanlowga ah albadi ee badiga ah badigu waa xishoodlaawaha badi waa maxishoode yani wuxuu ka xushooma ma jirada wax alla wixii afkiisa kusoo dhaca oo dhan afkiisa soo marinaya kaasa bedi la yidhaahdaa wuxuu ku hadlayaa xumaantii hadalkii foosha xumaa yani wax uu ka xushoonaya ma jirto kaasa marka bedi waa maxishoode ama waa xishoodlaawaha kaana ilaahay wuu necab yahay ina allaha ilaahay yubqidu wuxuu necab yahay alfaaxisha qofka xumaanlowga ah albadi ee maxishoodaha ah رواه الترمذي بوري وقال وحري حديث صحيح البذي هو الذي واكين يتكلم كهلا بالفحش حمانتا يوردي الكلام هذا الكفوش حم كهلا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحيري سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إلهي بل ويدي عن أكثر ما يدخل الناس الجنة عن أكثر ما shayga ugu badan oo yudkhilu galiya annaasa dadka aljanna waa maxay rasuulkii ilaahayow waxa u badan ee dadka jannada geliyay waa maxay nabigu soon muuna oranin xaj muuna oranin jihaad muuna oranin deel muuna oranin gaajo muuna oranin muxuu yidhi taqwallah
عبسي إلهي تعالى سرية إيا وحسن الخلق طبيعة وناكسا إيا ألك عبسي ووحا أغبا إدرك الجنة الجلية. وسئل نبي وحاله ودي عليه السلام عن أكثر ما شيء أغبا ويدخل الناس الدرك الجلية النار ومحي، فقال الفم وأفك عرفك إيا والفرج فرجك. رواه الترمذي بوري وقال حير حديث صحيح. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محيري أكمل المؤمنين إيمانا أكمل المؤمنين مؤمنين تا كأبو كامل سن إيمانا حق إيمانك يعني مؤمنين تا قرضوا إيمانك وقلنا ما يسترين يهي أحسنهم وكأبو ونأكسن خلقا طبيعة وخياركم كإذن كو أخيار سننا خياركم لنسائهم وكو الدمر كوضا يرير كوضا أغو أخيار سن وكهران كوكو شيء يقف بحلقة مساجك دي حديثي يسكفي عنيهاي مع الأحباب يسكفي عنيهاي ما شاء الله سوقي مركو جوغ وقفكو وقف اسك محترمها مركو وقفكو محنكو رهلا دميلها برنامج جوغ وقف اسكفي عن غير كيسي ميمد يا موحوي خادمين تيسي مليمت كي أركي سبا كي لقيا تقانيبا معها كي وحوي مساج كجوغي اسكهر الدبع سناي اسكفي اناي بشوش كاهاي فرحان كاهاب معها مركا قفك امتحان كحقيقي ايه طبعا هذا واحد قياستا مركا تقولي غاقا جوكتو انسلاتاي حقيقة هذا وطاس اسلام تارسات كتاي انباتاي اي حقيقة هذا معها koko khurujka ku jirtay iyo kolka maxaan ku raadaa dadkan daacamada naas kala joogtay koko shaqada joogta sida tahay dhabtaadu taama ah wadaalka nabiga uu leeyahay wa khiyarukum kuwa idin ku akhyaarsani khiyarukum linnisaihim wa kuwa dumar kooda iyo haasas kooda ugu akhyaarsan rawahu tirmidhi wa qala fihi hadithun sahihun. وأنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حيث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن إن المؤمن هو حديث كهر أكمل المؤمنين معناه حديث هو أمحي قفك حديث طبيعة أي كجر انتهي صفاتها دون لها دلال دون مياش جهد دون مياش حركة دون مياش حج دون جميل كست خير كست موقفته إيمان كيسو كامل معه إيمان كيسو كل كامل لغة المايو بدون حسن الخلق لكن ولا غير أعماشي كلا وكان قصان هدي له حسن الخلق وكسيو إنو إيمان كاكو تام نقضى وصورة قلتهاس لكن واحد دون كن جير مالمانك يروب تتصبيح ده مر هدي صفات كي أكاد من يهي أكمل المؤمنين من سوق قريس كل إيمان كاكو مدى مستمايو. على عائشة رضي الله تعالى عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن الحديث كنا إسنا وكوك عليه إن المؤمن قفك مؤمنك لا يدرك وحوق يا بحسن خلقه طبيعة سواناكسا وحوق يا درجة الصائم القائم يعني صائم وقصهم بدناء بقول صور معه وكبدن يهيكني صور بدناء صور كيسو والدائم لكن هو بلا صفات قائم معنى ذو أحمي همين كيو نمبو التابعين يهي قيام الليل لكن وبلا صفات كو كلاو حالس كجر قيامنا عن لهين ساوسي بدن محانكو رهضا صوم بدن أو سنة أهانا عن لهين لكن إلهي أو ككبي وإلهي كتوسيي صفات كيسي أخلاق ديسي درجة دا كاعوارن تاقنا مانتوارن صومنا درجة ديسو إلهي كو قرسينا يا أدوها دا اسكه هردا iska khoorin haya ayadana ka xalay aan saaxanin halkii la gaarsiiyay baa lagu gaarsiin maxaad ku gaadhay bixisna khuluq wa tabi'a wanaagsan iyo sifad wanaagsan baad ku gaadhay innal mu'mina la yudriku gaadhaya bixisna khuluqihi buu ku gaadhaya darajata sa'imil qa'im. رواه أبو داود بحديث كمريه وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم أنا بوير النبي عليه السلام زعيم كفيل بانوها إيا ضمين
ببيت غري في ربض الجنة جنة هريرة هدا يعني غري جنة كبحسن لكن أنك دارين جنة أيان أمبلن قاد أيام لمن قف ترك كتغي المراء مرنك وإن كان هبا نقد قف كتغي مرنك محقا كي أسقو كتاغن حقيقة كتاغن ضبط كتاغن هبا نقد مرنك قف كي إسكدايا أنا زعيم ببيت في ربض الجنة غري جنة أفاف كذا إيو أغار كذا وببيت غري بان ضمين أهي في وسط الجنة جنة برتن كذا لمن قف ترك الكذب بنت إسكداي وإن كان مازحا هبا نقد قف سفاد إيو أو كفتمي بنت كتك وببيت غري بان ضمان قاد أيام في أعلى الجنة كي هو وحوا جنة دبديدة جنة برتن كذا وببيت في أعلى الجنة وجري جنة هلك أسر رئيس كويال وهلك أسر رئيس دكان أنبياء دكان نبي محمد بدكان عليه الصلاة والسلام هلك جري كويالان أبلن قاري بلن توحى قاري نوى النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصادق المصدوق وأكتر من كبحينين وحير وببيت في أعلى الجنة أياك الله بلن قاضي كسون كبدن ماك حج كبدن ماك حركة بدن ما قال لمن حسن خلقه قف كطبيعة سي صفات كيس أي وناك سنادان أي أبلن قاضي حديث صحيح رواه أبو داود وريه بإسناد صحيح وكوري الزعيم وريه إمام النووي عليه رحمة الله الضامن وقف كضامن كأها وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري إن من أحبكم إلي إن من أحبكم كو اللوغو كالقعيل بذن يهي إلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أكتهي جعيل كالنبي محمد عليه السلام وكو جعل ذاي إنا أرن سهلا أهي إن من أحبكم إلي كو اللوغو كالقعيل بذن يهي إلي أكتر إلى النبي عليه السلام وأقربكم مني إيقون سودو أنيقا أنيقا أياها أنا نبي محمد بكري عليه السلام مجلسا حق مكان فردقا يعني فردقا نبي محمد عليه السلام كو أقو أقدو نبي محمد فردقيس وانا قياسي كرتا مجلس كنبي محمد عليه السلام أي مجلس فردقوا يهي إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا كو إيغسو دواني مجلسا حق مكانو فدق يوم القيامة قيامها وأي كواسي قال وحيري أحاسنكم أخلاقا وكو إذنكو الطبيعة وناكسا مركا الطبيعة وناكسا وحاتكوها للنبي محمد وكجعل هذا هدو النبي محمد كجعل هذا إلهي كجعل وحال هذا يوكل فرد الله فرد يوكا الشرف بدن اوغو ادقون اوغو قيمة بدن اوغو كرامة بدن وفرد النبي محمد عليه الصلاة والله والسلام وحاد كو قالي ضمانة النبي مونا صوم كو بحين مونا حج كو بحين مونا جهاد كو بحين مونا تسبيح بدن كو بحين وحو كو بحيي أحاسينكم أخلاقا كإذن كتب عوانا أكسن أما كو إذن كتب عوانا أكسن ويان كواسي وإن أبغضكم إلي كوا حقيقة اللوغو النعبيهي وأبعدكم أنفق مني أنك حقيقة أغفق يوم القيامة قيامها وكهر عكس قادم الثرثارون وكوا ثرثار يعني وقفك الشيكولوغا شيكب البضنون يعني مش اللي سوي ما الدبا أساقوا مربينوها اللي بذكي كان هذا المسين هيو وأنا شيكب بلا فائدة وساسي كما جلد ذكي كرم ويسكي يرويني سينا يعني أساق سدارة سدقية حق ورأس دقية لرد ما ماتدون هيا ثرثارون يعني كلام بلا فائدة شيكولو شيكولو ياشا وين كاسي الثرثارون وشيكولو ياشا اسكا شيكين هيا اون اسكا قم يسيلا سوى إذا عدا إيا والمتشدقون كوا فساحة اسكا كين كينا فساحة اسكا كين يعني حوين هذا اللو دون دون يا كريمة غريبه دون دون يا وحيا هذا الكو اسكو كلف يا مركا وحبا اسكلف انا كو كان هم ليس سيدة عادي يهو إلهي كوكو أبو ري اسكا هذا والمتشدقون وكوا هذا اللو اسكا كين كينا اي فساحة اسكا كين كينا اي بلاغة اسكا كين كينا اسكو كلفة والمتفيهقون يكوا اسدبريا
سيسو دبرا يعني مركو هذا لا يس ويعين هيا ويس ججبين هيا ويس بررين هيا يعني ويس كبرين هيا والمتفيهقون قالوا صحابة دبرا يا رسول الله رسولك إله يوم قد علمنا وحانو أنه أثر ثارون وانبرن وكو شكلوا ياشي هذا الكبضا بلا فائدة ده والمتشدقون وكو فساحدي هذا الكسككين كان فما المتفيهقون متفيهقين تو وأيو قال النبي حيري المتكبرون وكو يعني إسوينية إسوينية سدد برية قل في هذا يعني سوى صعود كوضبا رواه الترمذي وبرية وقال حيري حديث صحيح أثر ثار بير إمام النووي هو كثير الكلام وقفك هذا الكبضا تكلفا هذا البدن إسككين كان يو marka hadalka iska keen keenina si dabiici ah u hadal bayaanadaada dabiici ah noqdan hadalkaaga inaad tarqiib ugu beddelmay dabiici ah noqdo qofka hadalka siiro dabiici ah isaga hadal wal mutashaddiquna al mutatawilu ala nas wa kadadka iskaga dheereysiya bi kalaamihi hadalkiisa dadka kala hadal ma siinaya asaga un baraba inuu hadlo wa yatakallamu wuxuuna ku hadlaya bi mil'i fi afkiisa u buuxa hadalka waaweyndi محو ساو سمين تفاصحا فساحة إسكا كان كان إيا والتعظيم وينين وينه هي لكلام هذا الكيس كاسا متشدق لير هذا والمتفيهقنا أصله الإمام النووي عليه رحمة الله كلمة الأصل كذا لغة عربك من الفهق أي كتمت وهو الامتلاء وأسدبرنت وهو الذي وانكي المتفيهق يملأ فمه بالكلام هذا الكيس مركو الله يا أفك كبوحين هيا وإسججبين هيا كلمات بودون دونان هيا طب بساطاها بالله الله يا مركاسو كلها الله يا دكي أهل العلم قوحي لولاها الله يا دكي أهل العلم ما وحيا لك لكولا أدوى قف وحويا أن استدبرين هيا هذا هو المتفيه وهو الذي يملأ فمه بالكلام بكبوحين ويتوسع فيه هذا الكينا وبالبالارين هيا وججبين هيا أسألنا بعد مسلا سيد قفير في المثلة وقال يمركم هذا يو إسول الججبين إسول الروحية وهو يغرب فيه هذا الذي غريبه كان يقول لقرنه كلمة أن أهل دفمين سوماليك من فرانسيسكو شاكي فرانسيسكو سوماليكو شاكي وقالوا إنجريسكو شاكي تذكر والله هذا نضيب حبيب حبا أهل سي قرنها يما هو يغرب به يعني هذا الذي غريب كدقى يسيا لو فمين محوسا أسامين تكثرا تكبرا تكبرا إسوينين إيا وارتفاعا إستسرديسين إيا وإظهارا موجن وموجن هايو للفضيلة على غيره غير كي إنو كفض لبذن يهي روى الترمذي وروى الترمذي إمام الترمذي بوحوري عن عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى بكوري في تفسير حسن الخلق أخلاق دوان أكسن وامحي قال وحير عبد الله بن مبارك هو طلاقة الوجه ووجه فرفرا وبذل المعروف يواناك أودتك أهرتو وكف الأذى يدبك أودتك كقبطو أرين أفراد العلماء كدران وحيتها واحتمال الأذى مركدتك سانسو شيقنا بذن كوضو لب أسميسيين مركوائنا الواحد سكتايتها يدد إنا دبك يمادين هددتك واناك كسكتو وأن يجبسا marka dadka waxaad ka suugtaa naqdo on jirjid koko jirjid kaga yimaada waa inaad u dulqaadato kow adigu dibkaaga dadka waa inaad ka qabato wanaagaaga iyo wixii dheer yahayna haysana waa inaad bixiso iyo waji furfuran intaas ayaa la yiraahdaa husnul khuluq sheekh Tariq Jamil wuxuu yiraahdaa qofku wuxuu ka sameysan yahay waa ruux iya jid iya dar saddexdaas ruux tan ruuxa waxan da naftan ugu jirta weyn xubnahan iyo lugahan iyo madaxan iyo dhiigan iyo waxan waa jid iyo jidka maxaa si saarana darba si saar marka qofku quruxdiisu ku leeyahay hadalkaas waa muhiim quruxdiisu wuxuu ku celceliya hadalada baabkan asaga wax soo u tarkiisay maana arag dadka kala unde waxaan baa waxba ka hadlaa laakiin baabkan baabu sifaat baabu xusn al-khuluq wali un sheekhaas soo u tarkiisiyo oo uga hadalno oo u soo celceliyo maana arag dad badan oo u soo celceliyo asagoo qara hawl laga yabo inay jiraan laakiin aanu maana arag khaasatan dadka culimada hadlan ka hadlaya marka waxa uu ku leeyahay qofka quruxdiisu quruxda qofku jidkaaga ma aha waxa dadka ku dhex socotay ee ku qurux badan tahay ee dadka ku dhex ikhtilaafaysa ee lagu gula hadlayo waa dharkaaga midna qofka haddu qurux badan yahay qurux badan yahay qurux nabi ayuha
نبي يوسف بعد هذا مثلا نبي يوسف عندنا كما قروح بنين لكن قروح النبي يوسف بعد هذا هي تركيبة صور دقتك مد يا سرير تسكت تبادت صور دحين سكت قفنا ما كويه كرا وصور قروح بين هذا قروح النبي يوسف بعد هذا ما لو جايكم محل قوي جلا جاي وقوي هذي مركو حكولي يا قفكو والروح يجد يدر قروح ذا هذا بوا دركة وحضرتك كل حسوعته وا دركة وراجاجو وا دركة اسلام كنا وحكولي يا روح ذيسو اسلام كان دي دين تن اسلام كان روح ذاذو وحاويان وايمانك يا اسلامك ايمانك اسلامك دو روح الاسلام حبنه نوا محوا اعماشي حجك عمرتي جهادك حركتي وحالو دن وحبنه برك اسلامك يا برك ايمانك يا برك دعوته يا برك حجك وحكله واخلاق دو وناكسن يا طبيعه دو وناكسن marka qofku hadii acmaal badan u leeyahay haraka badan u leeyahay jihad badan u leeyahay soom badan zakat badan tasbiix badan acmaal u farban aad leedahay laakiin u bila sifad yahay waqofna caa waqof qawn kulay marka hadalaysa sheekha waxa kamaa war daacwadeena aan dar u xidno markuna waa maxay husnul akhlaaq iyo tabaa wanaagsan marka sheekhaas bayaanadiisa inkoo youtube kale ku jiraan aad hadaladaas youtube kan dad baad baadna wad ka helaysan hadraa adu farbadan uu sheekhu soo galiyay ee istimaacada markuu yimaado inta badan arinta uu ka hadlaa marka baabkeena waa muhiim in aad loo tarkiisiyo sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad wallahu aalam